تفيد الأنباء الواردة من سوريا بمقتل 70 مسلحا على الأقل خلال اليومين الماضيين من جراء اشتباكات بين القوات الحكومية والمسلحين في إدلب شمال غرب البلاد. وتعد هذه المعركة الأعنف منذ وقف لإطلاق النار برعاية روسية دخل حيز التنفيذ قبل 3 أشهر. وقد أجبر القتال المستعر المواطنين على الفرار إلى مدن في شمال البلاد ليلحقوا بعشرات الآلاف الذين فروا سابقا. بعد معارك عنيفة وسقوط ما يقارب 70 قتيلا، استعاد الجيش السوري السيطرة على جميع المناطق التي سيطرت عليها الفصائل والمجموعات الجهادية يوم أمس في جنوب شرق إدلب على محاور ريف معرة النعمان الشرقية، بالوقت الذي دخلت وحدات من الجيش السوري صوامع حبوب العالية بريف رأس العين الجنوبي على طريق الحسكة حلب الدولية. وفي ريف مدينة رأس العين وقع عدد من القتلى والجرحى في صفوف القوات التركية والمتحالفة معها من جراء انفجار كبير، ويأتي ذلك بعد دخول القوات التركية المنطقة وانسحاب القوات الكردية منها، حيث كانت قد تعرضت وحدات الجيش التركي والتشكيلات المسلحة المتحالفة معه لعدد من الهجمات بواسطة سيارات مفخخة وعبوات ناسفة حملت أنقرة المقاتلين الأكراد المسؤولية عنها. وإلى الغرب منها وبالقرب من عين عيسى في محافظة الرقة حشدت القوات المتحالفة مع تركيا قواتها تخوفا من أي عمل عسكري كردي ضدها في المنطقة. هذه النقطة تطل على منطقة عين عيسى والمخيمات المجاورة لعين عيسى، ونحن كجيش وطني ننتظر بعض الأمور لترتيبها كي نكمل العمل على جميع المناطق المغتصبة من قبل حزب البيكيكي الإرهابي الانفصالي. وعلى الصعيد ذاته اتهمت الخارجية الأمريكية وفد الحكومة السورية بمحاولة تعطيل عمل اللجنة الدستورية، فيما أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين السورية أن البيان الصادر عن الخارجية الأمريكية حول جلسات لجنة مناقشة الدستور المنعقدة في جنيف يعتبر تدخلا في شؤون الدول وفرض أجنداتها الخاصة، وأن هذا الحوار هو سوري سوري ولا يحق لأي أحد التدخل فيها.